بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى أحبابنا الكرام في حلقة جديدة مع السادات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الأذان شعيرة عظيمة مرتبطة بالمسلمين، قامت معهم وارتبطت بهم وتميزت عن سائر الأديان والملل، فكانت شرعة وخصيصة لهم، تقوم بها صلاتهم وتعرف بها أنه قد حان وقتها لتقوم وتؤدى بعد ذلك. وقد كان الأذان متميزا في كل شيء فيه، في كيفية فرضيته عندما فكر الصحابة كيف يقومون به بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في العام الأول من الهجرة. فاجتمع قول كثير من الصحابة أن يأتوا بناقوس، يعني مثل الجرس، ويضربوا به حتى يسمع الوقت في الصلاة ويعلم دخول الوقت. عندئذ ذهب كثير من الصحابة مهموما يفكر في الأمر، وباتوا ليلتهم على ذلك. ومنهم سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الجشمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ذهب عبد الله فبات ليلا فرأى طائفا طاف به في منامه، ورأى رجلا عليه حلتان خضراوان ومعه ناقوس يمشي به. فقال عبد الله لهذا الرجل: يا عبد الله، أتعطيني هذا الناقوس فأشتريه منك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقام سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الجشمي، قام سعيدا مسرورا، وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها رؤيا حق مباركة إن شاء الله، ثم طلب إليه أن يذهب لسيدنا بلال بن رباح وأمه حمامة رضي الله عنه وأرضاه الحبشي الكريم، فيعلمه هذا الأذان، لأنه أندى صوتا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدرا وأحدا والخندق. وهو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني لا أصبر على فراقك حتى أكون معك، فإذا ذكرت موتي وموتك علمت أن الله سيرفعك إلى درجات الأنبياء في الجنة، وأين أنا من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي بعد هذا السؤال، قرأ عليه قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا رب اجعلنا معهم، يا رب، يا رب اجعلنا مع سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقنا عنه أبدا حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. وهو الذي قال عندما أدرك الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: اللهم أذهب بصري فلا أرى أحدا بعد نبيك صلى الله عليه وسلم. فمباشرة عمي من وقته، فقد بصره عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وهناك قول أنه قد استشهد في غزوة أحد قبل ذلك، ولكن رؤيا الأذان كانت في السنة الأولى للهجرة. فعندما سمع سيدنا عمر سيدنا بلالا يؤذن، خرج مبتهجا وقال: والله لقد رأيتها كذلك في نومي يا رسول الله. فاستقر العمل بها،
وقام بها رجال عظام مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف منهم في وقته الشريف أربعة: سعد بن عائذ وهو سعد القرظ، سمي سعد القرظ لأنه كان يتجر في كل شيء فيخسر، فلما اتجر في القرظ غلبت تجارته وربحت تجارته. والقرظ قيل هو الطلح، وهو نوع من الأشجار الصحراوية الإبرية الشوكية، وقيل بل الطلح الموز، ويسمى الأكاسيا، وكان يستخدم في جذوعه في سقف البيوت القديمة. فاتجر به سعد بن عائذ القرظ فربحت تجارته، وقد عينه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته الشريف مؤذنا على مسجد قباء. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف سيدنا بلال بن رباح عن الأذان، لأنه لم يستطع أن يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أبو بكر الصديق سعد القرظ إلى المسجد النبوي الشريف ليؤذن فيه. وقيل بل الذي نقله هو سيدنا عمر بن الخطاب، فأذن فيه ثم أذن فيه ولده من بعده، واستمر الأمر كذلك ردحا طويلا من الزمن. والمؤذن الثاني في وقته صلى الله عليه وسلم هو أبو محذورة الجمحي، أبو محذورة الجمحي، وهو من مسلمة الفتح، أسلم ولما يستقر الإيمان في قلبه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام إلى غزوة حنين، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حنين، استقبل جيش المسلمين 10 من مسلمي الفتح، منهم أبو محذورة الجمحي. فحان وقت الأذان فأذن المسلمون بالصلاة، فقام هؤلاء 10، فجعل أبو محذور يرفع صوته يستهزئ بالأذان، وليس أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صوته كان جميلا جدا حتى في استهزائه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى رهطه 10 فقال: من منكم الذي كان يؤذن قبل قليل ويرفع صوته؟ فعندئذ انسحب أصدقاؤه عنه وأشاروا إليه، فحبس وأطلق الآخرون، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسمعني ما تقول. ثم وضع يده الشريفة على ناصيته وبرك عليه 3، وقيل أيضا وضعها بين ثدييه ووضعها عند كبده صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سرته، ثم قال له: بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك وبارك فيك، وأعادها صلى الله عليه وسلم أو كما ورد، ثم قال له: قم فأذن. فقال: مرني بالأذان يا رسول الله. قال: أمرتك بالأذان. وعلمه الأذان، فقام فأذن في المسجد الحرام، وجعل يؤذن بعد حتى مات في عام 59 هجرية، وخلفه أبناؤه واستمر الأذان فيهم في المسجد الحرام. هذا أبو محذور الجمحي. بقي عندنا مؤذنان، ذكرنا سعد بن عائذ القرظ وأبا محذور الجمحي، بقي سيدنا بلال بن رباح. وسيدنا بلال لا تكفيه جلسة أو جلستان، سيدنا بلال أمة، وهو مؤذن المسجد النبوي الشريف، والذي رفع الأذان عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في فتح مكة سنة 8 للهجرة. فقال بعض قريش، قال بعض الذين الآن أسلموا وفتحت مكة، قالوا: وهل عشنا حتى نرى هذا الغراب الأسود يرتقي الكعبة ويؤذن؟ سيدنا بلال أخونا وسيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا وسابق الحبشة إلى الجنة رضي الله عنه. وأما الصحابي الرابع فقد ولد ضريرا منذ أول يوم، وأمه تسمى أم مكتوم لأنه كتمت عيناه، يعني لم ير شيئا منذ أول ولادته، وهي عاتكة بنت عبد الله، وهو عبد الله، وقيل اسمه عمرو بن قيس بن زائدة، وهو عبد الله ابن أم مكتوم العامري القرشي، وهو يكون للسيدة خديجة ابن خالها، يعني يكون ابن خال السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيه حرص شديد على تعلم الإسلام وعلى فهم الشرائع والأديان، كان يحب أن يتعلم القرآن، ويحب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما ينفعه في دينه، وقد كان ثاني إنسان هجرة
بعد سيدنا مصعب بن عمير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا مصعب بن عمير الداري القرشي، أرسله إلى المدينة حتى يكون سفيرا للدعوة قبل هجرته بسنة كاملة. فكان ثاني شخص يهاجر للمدينة بعد سيدنا مصعب بن عمير هو سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على أهل المدينة، فقد أمره في بواط وفي العشيرة وفي مخرجه لقتال كرز بن جابر الفهري، وكذلك في أحد، وكذلك في فتح مكة، وكذلك في كثير من المعارك، منها أيضا نجران وذات والسويق وذات الرقاع وسواها وحمراء الأسد. 13 مرة في 13 غزوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وكان أيضا يؤمر غيره، فأمر أيضا بشير بن عبد المنذر، وأمر أيضا سباع بن عرفطة رضي الله عن جميع ساداتنا الصحابة. ومرة قامت امرأة تهج النبي صلى الله عليه وسلم وتسيء الأدب معه فلطمها فوقعت ميتة، هذا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. وأيضا يعرف عنه أنه مرة كان يسمع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي يكتب له، فقال اكتب عندما نزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فسمع الآية عبد الله بن أم مكتوم، قال يا رسول الله إني أعمى، والله لولا عذري هذا ما تركت الجهاد. فنزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وبقيت هذه الآية الكريمة في نفس سيدنا عبد الله، وكان يتمنى أن يحقق الله له أمنيته بالجهاد، ولكنه أعمى ضرير لم يرى شيئا قط. واختلف العلماء أيهم أشد على النفس، أن يلد المرء أعمى لم يرى شيئا في هذه الدنيا أم أن يكون مبصرا ثم يعمى بعد ذلك. والظاهر أن الذي يكون مبصرا ثم يعمى هذا بلاؤه أشد، لأنه رأى الألوان والأشكال والأوصاف والأحوال، وأما الآخر فإنه لم يرى شيئا من هذه التفاصيل في هذه الدار في دار الدنيا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عظيم من عظماء مكة كما ورد في الموطأ دون تسميته، وورد أيضا في بعض المصادر أنه الوليد بن المغيرة المخزومي سيد بني مخزوم، والد خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وعمارة بن الوليد وفاكه بن الوليد، وهو من كبار قومه الذي أنزل الله فيه آيات سورة المدثر. وورد بل إنه أمية بن خلف، وورد أن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 5، الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي، عمرو بن هشام يكون عمه الوليد بن المغيرة وهو الذي سماه أبا جهل، وكذلك عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من بني عبد شمس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامهم ويسعى لذلك فاستقبلهم. وخرج عبد الله بن أم مكتوم دون أن يبصرهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله عن أشياء في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يسمع أنه يكلم غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يكلمه، ثم يدير رأسه الشريف ويرجع إلى حواره مع سادات المشركين. ثم فعل ذلك الثانية فنظر إليه ثم أعرض عنه، ثم جعل بعد ذلك يكلم الذين أتوا، ثم بعد ذلك كلمه الثالثة فنظر إليه ثم أعرض عنه وأعرض عنه بالكلية. فنزل قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هؤلاء المشركون الذين أنت تتصدى لهم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فعندئذ علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عوتب من ربه سبحانه في أمر عبد الله بن أم مكتوم، فصار كلما يلقاه يقضي له حاجته ويسلم عليه ويهش له ويبش ويبسم له ويقول مرحبا مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. ما هذا الخلق الكريم منك يا رسول الله، مع أنه لم يكلمه كلمة تؤذيه، بل كان ينظر إليه هكذا ثم يواصل حديثه. أيها السادة الكرام، ما أجمل أن يعيش المرء وهو يسمع الأذان، وما أجمل أن يكون قلبه معلقا بالمساجد. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، يسمع الأذان فيذهب إليه. وقد أصبنا في زمننا هذا بأن حتى بلاد الإسلام بدأت تخفف وتخفض من أصوات الأذان. ما أجمل الأذان وما أعظم الأذان، الأذان الذي يشرح الصدر. أيها السادة، ما أجمل شعار المؤمنين. قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وفي قراءة شعبة وغيره هزوا ولعبا. جاء وفد من بعض كفرة أهل الكتاب من يهود فقالوا: ما هذا الذي فعلتموه في شعار صلاتكم؟ ما لكم لا تضربون النواقيس؟ فما أقبحه من صوت، صوت كالبعير، فما أقبح من صوت وما أسمج من كفر. هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. فما أجمل صوت الأذان، وما أحلاه، ينشرح به الصدر، وينجلي به القهر، ويطول به العمر، ويسعد به الإنسان. فالحمد لله على فضله. بماذا ختم لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم؟ من شدة ما كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب في عهد الفاروق أن يذهب مع سيدنا سعد بن أبي وقاص مع الكتائب المتتابعة إلى القادسية، فذهب معه إلى القادسية في فارس، 40,000 مسلم ضد 200,000 فارسي. وعندئذ قال للمسلمين: أعطوني رايتكم فإني أعمى لا أبصر شيئا، وضعوني بين الصفين وإني لن أفر. وثبت 3 أيام القادسية، فلما انتصر المسلمون وانجلى غبار المعركة وجدوا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم شهيدا على أرض القادسية في العراق. وهناك رواية أنه لم يستشهد في القادسية، بل عاد للمدينة ودفن في بقيع الغرقد. ولكن المحفوظ عندنا أنه قد استشهد في سبيل الله تعالى، وحقق الله له مناه وحلمه، رضي الله عنه، ورضي الله عن سيدنا بلال، ورضي الله عن سيدنا سعد بن عائذ القرظ، ورضي الله عن سيدنا أبي محذورة الجمحي، ورضي الله عن ساداتنا المؤذنين السلف والخلف، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أطول الناس أعناقا، تشهد لهم كل شبر من الأرض قد سمع وصله نداؤهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.